رحيل موسيماني ووجود سامي قمصان ده اللي انت قلته قبل كده وفي حلقات ان ده الطبيعي بتاع المدير الفني لو كابتن مصطفى ماسك ده الطبيعي بتاعه اللي هو ده نهايه الموسم شهر 5 وشهر 6 اللي هو بيشوف لو هيمشي بيشوف نادي تاني انما انت عندك الدوري هيخلص في شهر 8 انت بتربطني لشهر 8 طب لو انا مشيت مين هيفوز بالمباراه؟ انا اتمنى الزمالك اتمنى فنياً. الزمالك لا فنيا الاثنين هو ده حال الكره المصريه اه